طبعا من جديد بضيافتنا للحديث عن انتقال ليونيل ميسي أو تركه لفريق برشلونة. لطفي ظروف المغادرة عم بتقول أنه مدلل، ما حدا بيقول له وين رايح وين جاي، هو مستلم الفريق يعني مؤخرا خاصة اللي بده إياه بيصير، فجأة إجا مدرب جديد يسأله. أنت عم تقول ما عجبه الموضوع قرر الرحيل، هل فقط هيدا الموضوع أم لا؟ خسارة الفريق كمان هزته. لا. الفريق بشكل عام، هو موضوع التعاقدات الأخيرة، هو كان طالب أنه يجي نيمار، جابوا غريزمان بداله، هذا واحدة من الأشياء. وإذا بتتذكر حكينا أكثر من مرة عن الخلافات بينه وبين غريزمان، وما كانش، وغريزمان حط على الخط في ثلاث مباريات وراء بعض، ومباراته مع أتلتيكو لعب آخر دقيقة. هذا واحدة من الأشياء مثلا، أنه هو صاحب الكلمة لكن الإدارة عم تتلاعب فيه، هو متعود أنه يمشي الكلام اللي بده إياه. بالنسبة للموضوع الأخير، الخسارة أحد الأسباب، خسارة الدوري أحد الأسباب، خروج من الدوري وخسارتهم 8-2، وبعدين جابوا المدرب، مشوا المدرب، جابوا كومان، فكومان تعامل يعني بده الزلمة يثبت وجوده، أنه أنا يعني ترى مدرب غير كل المدربين، بدي أفهمكم مين هذا ميسي اللي بتحكم بالفريق. فراح بلغ صاحبه لميسي سواريز انه ما لك مكان بالفريق، يعني يدور على فريق ثاني. حكى معه دقيقه واحده وانتهت المكالمه. اكيد ميسي عرفه، ميسي صاحبه، هذا مثلا كمان بنضاف للتراكمات من الخلافات. فميسي لما قابله برضه لكومان ما عجبه الطريقه، يعني فهمه انه انت مش كل شيء بالفريق، وانه الفريق هو اللي رقم واحد، مش اللاعب رقم واحد، وانت جزء من الفريق ولازم تشتغل لأجل الفريق مش لأجل نفسك. فراح ميسي بعث الفاكس، قصة الفاكس حتى يثبت انه هو الآن قدم عايز يرحل من الفريق او عايز يترك الفريق، اشي اثبات قانوني حتى لو صار محاكم وقضايا. ردوا عليه بفاكس، هم كمان برشلونة ردوا على ميسي بفاكس اخر، حتى كمان لانه في شرط جزائي 700 مليون يورو. نعم بالضبط. فهذا البند هل هو مفعل ولا لا؟ ميسي بده يستفيد من موضوع كورونا، ما هو تأجل الدوري، تأجلت المباريات، إذا تأجلت العقود أوتوماتيكي تأجل هذا الشرط الجزائي. برشلونة بيقولوا لا، أنه هذا خلاص انتهى البند. ناس بيقول مفعل، هم القريبين من ميسي نعم كلهم معه، الجمهور طلع والتفوا حول النادي ومظاهرات وشتيمة للنادي. بويول إذا بتعرفي رقم 5 اللي كان يلعب ببرشلونة، إشعاراته طوال، كيرلي هذا من أحسن اللعيبة في العالم أخلاقا، أنا بعطيه كمثال دايما في الدورات التدريبية. بدي فتش عليه بيول. أي بيول قاطع الاسم على راسي بس ما عرفت أي هلا شو. أيد ميسي ودعمه، قال له أنا معك. رئيس وزراء كتالونيا ودع ميسي وشكره على السنوات الجميلة اللي قضاها معهم، واللي صنع خلالها تاريخهم. صار اتصال بينه وبين غوارديولا اللي كان يدرب برشلونة واللي جاب معهم ممتازة. صار اتصال بينه وبين ميسي، وميسي ويبدو أنه عرض عليه ضمنيا، عرض عليه فكرة أنه يجي للسيتي، لأنه طبعا هو درب وعارفه وصحاب اثنين، فود أنه يكون ممكن يكون في مانشستر سيتي أو لا. كل الجمهور الآن معه. الحركة الذكية لو كانت كان بدهم الإدارة يكسبوا، يستقيل رئيس النادي. إذا استقال الرئيس تحول الضغط من الإدارة، من الضغط على الإدارة على ميسي، أنه تعال أنت، هي الإدارة استقالت وفتحوا لك الباب، تعال قدم شو عندك، شو ممكن تعمل، أدائك في الملعب بدنا تطور. فالحركة هاي اللي انعملت يعني هي حركة غير ذكية من الإدارة. المفروض أنه خلاص بورتوم ينتهى، يعني أنت ضحي بنفسك من أجل مصلحة الفريق. نعم مظبوط ولا لا؟ ميسي لا يعوض، بس بورتوميو في 600,000 بورتوميو زيه. نعم والمدربين في 600,000 مدرب، بس اللاعب إذا راح تعرفوا يا براشنة قيمة ميسي إذا غادر، زي ما صار مع مدريد، راح رونالدو سنتين معهم مش خبر، وراح زيدان لما رجع زيدان وبنى من جديد وأخذوا فترة. فلذلك أنا ضد خروج ميسي من برشلونة، إلا ما يلعبش مع مدريد بس بدي إياه. بس أنا بحب يضل مع برشلونة شايفه، بس يعني انا بحبه كلاعب، بس بزعلش منه الا لما يلعب مع مدريد ويجيب جول، هذا اللي بزعلني.